كان المهندس محمد ضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. مبروك بطوله جديده بتضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي. حابب تقول لي للرجاله ظروف صعبه جدا، ابطال افريقيا بياخدوا كاس مصر، حابب تقول لي في اللحظات دي؟ مبروك الحمد لله كده الرجال والسيدات 7 من 7 الحمد لله. اللعبه كده تمام المره دي، بطوله كانت صعبه لان ضيق الوقت كان عامل مهم والاصابات، لكن اللعيبه كالعاده رجاله وادوا اداء رائع قبل نهائي ونهائي. 3-0 3-0 شيء اكتر من رائع. قول لي تقولي الفتره اللي جايه لكل نشاط رياضي في النادي الاهلي، عندنا مزيد من البطولات، حابب تقولي؟ اديك شايف احنا واقفين ورا الفرق كلها. انا رجعت من دبي عشان احضر النهارده وبكره، وراجع تاني دبي للبعثه يوم السبت ان شاء الله، وباذن الله الفريق احنا مستمرين في تدعيم فريق الطايره والفرقه كلها ان شاء الله. باذن الله نشوف حاجات كويسه الفتره الجايه باذن الله. باذن لبرنامج عائله النادي الاهلي كل الدعم الفتره اللي جايه لكل العاب الصالات. عندنا مباراه مهمه، مباراه الاهلي والزمالك في كره اليد، شايف المباراه القادمه ازاي بما ان حضرتك معانا محمد بيه؟ ان شاء الله خير، احنا واثقين في اللعيبه واثقين في كابتن عاصم حماد. عندنا بكره السوبر، بعديه باذن الله البطوله، وراها الدوري والكاس، فعندنا الحمل على الهاند بول دلوقتي. خلاص الفولي الحمد لله الامور تمام، ان شاء الله الحمل بقى الفتره الجايه على الهاند بول يفرحونا باذن الله الايام اللي جايه. ربنا يخليك كريم، شكرا.